السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم غادي نتكلموا على العجانات، فيديو شامل وكامل. دائما كتسولوني سعاد منين شريتي العجانات، سعاد شنو الماركه ديالهم، سعاد بشحال شريتيهم، سعاد عطينا نصائح. ان شاء الله في الفيديو هذا غتبعوا معايا كيفاش تشريو العجانه ديالكم، كيفاش تعرفوا الحاجه الماركه الزوينه من الماركه الخايبه، باش ان شاء الله باذن الله ما تضيعوش فلوسكم. وغنعطيكم يعني طريقه الحفاظ على العجانه لمده طويله. خليكم معايا في الفيديو هذا ان شاء الله. ما تنساونيش من لايك ومن البارطاج مع العائله ومع الاصدقاء، ومرحبا بكم معايا. كيف ما غتشوفوا معايا، علاش غادي نصور لكم في الدار هنا الفوق، لان لتحت راكم عارفين المكازا كبيره والصوت كيرجع، ما يمكن لياش يعني نصور لكم لتحت، ما غتسمعونيش مزيان. ونبداو ان شاء الله الفيديو ديالنا. غادي نبداو باول عجانه، يعني العجانه اللي كتشوفوها دائما عندي في الخدمه وكتسولوني عليها. هذه لا مارك ديال توغيس، هذه توغيس، ها هي هانتوما شتو. هادي اش غادي نقول لكم عليها بالنسبه لهاد العجانه؟ هادي صراحه كتصبر، كتصبر مزيان الا كنتو مثلا يديكم بوحدكم، اما الا كانوا يعني كثرت اليدين ولا الخدمه ما نصحكمش بها، لان الخدمه ما صالحاش. لان كيكونوا كثرت اليدين كل واحد وكيفاش كيخدمها، يعني كي البنات بحال هكا غير كيجيو كيشعلوا كيخدموا كيجهدوا عليها. راه طاحت ما عرفتش شي جوج مرات ولا ثلاثه، هانتوما طاحت ليا، هانتوما راه طاحت. كانوا كيخدموا البنات وكيديروا فيها العجينه وكيخلي يعني كيخليوها تبقى خدامه، ما كيردوش ليها البال حتى كطيح من البلوم ديال الطرافاي. هانتوما شفتوا، ولكن تبارك الله واخا كطيح زعما راه كتخدم. مؤخرا شنو المشكل اللي وقع ليا فيها؟ هو انها ولات كطلق ليا الكحوله، رانا قلتها لكم، ولات كطلق ليا الكحوله. ولكن ملي ديتها المعلم باش نصايبها قال لي للاسف انها ديك الجلده ماتت ليها، ما غاديش تصايبوا ديك الجلده، ما كطلقاش. بالنسبه لكم نتوما بحال هكا في الدار بغيتو تخدموا بها، انا كنصحكم بها، راها صالحه، غير هو خاصكم طريقه ديال الخدمه ديالتها. يعني ما كيف ما غننصحكم على العجانات كاملين، ما تجهدوش عليها في الفيتاس، ما ديروش فيها العجينه تكون قاصحه بزاف. ثاني حاجه، العيب الوحيد ديال هاد طوغيس هو انها فيها الصداع، يعني كدير شويه الصداع مجهد، الموتور ديالها كيتسمع فاش انه فاش كنخدموها، هذا هو العيب ديالها، هو انها كتسمع الصوت. وبالنسبه للثمن ديالها، انا باش خديتها هذيك الوقيته ب 1200، يعني خديتها شي 4 سنين هذه ب 1200 درهم. صافي، هذا هو التم، زعما هذو هما المعلومات اللي بغيت نقول لكم. نقدر نقول لكم يعني طوغيس من احسن انواع لي مارك اللي موجودين في السوق بالنسبه للعجان. غادي ندوزو للنوع الثاني، هذه ديال كيتشن ايد، ماركة امريكية معروفة بزاف، يعني غنية عن التعريف. واي بروفيسيونيل او اي يعني اي شيف دو كويزين ولا اي واحد يعني في هذا الدومين هذا، فكيحلم انه ياخذ هذا الكيتشن ايد. علاش؟ انا غنقول لكم علاش. بالنسبة للعجانة ديال الكيتشن ايد، هانتوما كتشوفوا فيا، كتشوفوا تبارك الله شحال عندها. غادي نقرب لكم هنايا باش تشوفوا. هانتوما تبارك الله فيها يعني 0 1 2 3، من 1 حتى ل10 بالنسبه للفيتاس ديالها، وثقيله تبارك الله. هاد الراس هذا راه ما تقدروش تهزوه. انا غنجربوا لكم من الجهه الاخرى. هانتوما عندها هذا المسمار هذا باش كنديروا ليه بحال هكا، تبارك الله، يعني ثقيله بزاف. من علامه ديال العلامات ديال ان العجانه تكون مزيانه هو ان هاد الراس هذا يكون ثقيل، ان خاصها تكون ثقيله، ما تكونش انتم راه يعني كنحركوا بصعوبه. وغادي نخدمها لكم باش تسمعوا الصوت ديالها، تسمعوا الصوت ديالها كيفاش ما فيهاش صوت نهائيا نهائيا. هانتوما سمعوا الفيتاس، 1 2 3، يعني نقدر نهضر تسمعوني، ما فيهاش صوت نهائيا. شي حاجه اش غادي نقول لكم، كيتشن ايد الا بغيتو العجانه ديال الصح ديال المعقول ديال اللي غدوم معكم مده طويله، نقدر نقول لكم ان شاء الله باذن الله اللي يطول لكم ربي العمر مدى الحياه، انا كنصحكم بكيتشن ايد. اغلبيه ديال البروفيسيونيل كلهم كتلاحظوا انهم عندهم كيتشن ايد، ما كياخذوش شي ماركه اخرى. علاش؟ لانها تبتات الفعاليه ديالها في يعني في الصح والعمل. الموتور عندها تبارك الله مخيط وكيخدم بالزيت،
يعني داكشي باش ما كيديرش الصوت. بعكس مثلا الا خدمت لكم مثلا غادي نخدموا هذه الطوبيس الله يعني فيها صداع بزاف. هاد الطوبيس هاد كيف ما قلت لكم فيها صداع بزاف. ها نتوما شوفوا ديك الكحوله اللي ولات كطلق ليا، شفتوا هذه طوغيس هالكحوله اللي ولات كطلق ليا شفتوها. كيتشن ايد اللي عنده القدره الشرائيه يشري كيتشن ايد، اللي باغي يشري عجانه ديال الصح وديال المعقول ما يدور لها لها. انا ما كندير لهم اشهار، ما محتاجينش ليا هما انا باش ندير لهم اشهار. كيتشن ايد ماركه معروفه عالميا لانها صنع امريكي. راه شغال نقول لكم اللي ما عندهاش مثلا الامكانيه تبغى تاخذ عجان راه تقدر تبقى تجمع ليها كل مره تجمع شويه، كل مره تجمع مره 500 درهم مره 200 درهم مره 300 درهم حتى ان شاء الله تشري عجانه. في عوض ما انك تشري عجانه مزيانه اللي غتبقى عندك العمر كامل، وفي نفس الوقت كيف ما تنقول لكم اللي ما فيهاش الصوت ما كدير الصوت نهائيا. انت ملي كتخدمي بها كتحسي براسك فعلا كتخدمي بعجانه ديال بصح. ماد ان يوزا ها هي شتو ماد ان إذا غادي ندوزو نتكلمو على هاد العجانة هادي. هاد العجانة هادي هاد العجانة تاهي عندي ملي كانو خرجو الوكيتة ديال لي خرجو العجانات، ملي كانو ديك الساعات يلاه كيبانو العجانات صراحة. كنصيفطها ليا الأخ ديال الزوج ديالي من أوروبا، ما بقيت صراحة عاقلة على الماركة ديالها، داكشي باش ما غاديش نقدر نقول لكم لا ماركة واش ديال الاتحاد الأوروبي ولا شي حاجة بحال هكا، ولكن صراحة حتى هي خسرات ولكن دوزات معايا صراحة. يعني خدمات ليا شي وقيتة، خدمات تبارك الله شي 4 سنين ولا 5 سنين بحال هكاك صافي وخسرات ليا. داكشي باش كما قلت لكم هذه خسرات وهذه خسرات. ها انا صدقت في الاخر شاريه كيتشن اي، فهمتوا باش تنقول لكم باش تفاداو انكم تبقاو تشريو العجانه ديالكم ويخسروا لكم، فمن الاحسن خذوا ماركه اللي تكون مزيانه. وغير شنو اهم النقط والعوامل اللي تبغي تشري العجانه ديالك؟ بزاف 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 ديال البنات كيبغيو يشريو العجانات ديالهم ولكن ما كيعرفوش كيفاش شنو هي احسن ماركه من كثرة الماركه في السوق. انا غنعطيكم نصيحه، نصيحه لوجه الله، ملي تبغيو تشريو العجانه دائما سيروا شي ماركه تكون معروفه في السوق. طوغيس، مولينيكس، بوش، هادو من اكثر الانواع مشهورين في السوق. بوش، مولينيكس، طوغيس، هادو بالنسبه كيبقى الثمن ديال مازال بوش كيكون فيها شي اثمنه مرتفعه. ولكن اللي عنده الفلوس انا كنقول لكم يشري الكيتشن ايد، اللي ما عندوش ويعني باغي غير باش يقضي كيف ما تنقولوا ولكن في نفس الوقت يعني غيحافظ على العجانه ديالو ياخذ هاد الثلاثه ديال لي مارك طوغيس مولينيكس بوش. هادو معروفين من غيرهم راه ما نقول نقدر نقول لكم كينوود شويه كينوود، من غيرهم ما عمركم ما تمشيو تشريو شي عجانه اللي نتوما الماركه ديالها ما معروفاش في السوق نهائيا. كتمشي كتلقى شي ماركه اللي دائما ملي تبغيو تشريو عجانه شوفوا الماركه تكون معروفه. انا عطيتكم دابا ثلاثه ديال الانواع والثمن راه كيبقى كيتراوح ما بين 1100 1200 حتى 1500 درهم. ما تفوتوش في العجانه 1500 درهم الا ما كنتوش غتشريو شي عجانه بروفيسيونيل، ما تفوتوش فيها 1500 درهم لان الا مشيتو توصلتو ل 1700 2000 درهم فمن الاحسن جمعوا وخذوا شي حاجه مزيانه. ما تفوتوش في العجانه 1500 درهم 1000 مازال حتى ديال 900 درهم ماشي شي حاجه. انا باش ننصحكم 1000 1100 1200 هذه طوغيس خذوها، ولكن خصكم طريقه ديال الخدمه ديالها وتحافظوا عليها وما تجهدوش. شوفوا راه العجانه واخا مثلا كيتشن ايد وماركه معروفه راه ماشي غير حيت ماركه معروفه وصحيحه وفيها لا غارونتي وداك الشيء راه غادي هذا نقول لكم حقا ما غنقدر نخدم بها كيف ما بغيت ولا نبقى نجهد عليها في الفيتات ولا ندير فيها العجينه قاصحه ولا لا. باش تحافظوا على العجانه ديالكم دائما ما تجهدوش عليهم الفيتاس. دابا مثلا انا ملي غندير العجينه ديالي ديال الخبز تعجلي انا ما غنديرش فيها الخبز لان انا عندي عجينه عجينه الخبز كبيره، مثلا غندير فيها شي عجينه ديال تاع غزال ولا شي حاجه بحال هكا اللي غادي تكون شويه العجينه قاطه ولا ديال الرزيزه ولا شي حاجه اللي تكون شاده راسها. ما غاديش انا نجي من واحد نطلع لعشرة ونجهد عليها في فيتاس، لا نخلي ليها الفيتاس غير في واحد ولا في جوج.
الو العجانات ديالكم كاملين حتى في العجينه ما تبقاوش تجهدوا الفيتاس على العجانه باش تقولوا حكا غنسالي ودغيا ودغيا غتعجلينا الخبز. كيف ما كان نبت العجانه الا مشيتو تجهدتوا عليها الفيتاس ودرتوا فيها العجينه تكون قاصحه وتجهدوا الفيتاس راه تتخرجوا على العجانات ديالكم. غادي ننصحكم باش تشوفوا غادي نوريكم الوسط ديال العجانات هنا باش تعرفوا الفرق علاش داوين. شوفوا هذا الراس ديال الكيتشن ايت تبارك الله كتحسوا به صحيح وما كيتسطاش نهائيا والريوس ديالها كلهم من الحديد اللي صحاحين. هذا راه حديد مصبوغ بالبيض شي حاجه اللي ما كتسطاش نهائيا وكتحسي بها صحيحه مزيان. اي حاجه اخرى ملي تبغيو تشريو العجانات ديالكم الله يجازيكم بخير ما تشريوش هذوك اللي كيكون فيهم كثرت لي زوبسيون. كتشري كيقول لك حق عجانه معها عصاره معها مولينيكس، لا كل ما خديتو عجانه معها لي زوبسيون او لا اكسسوارات اخرين فراه الجوده ديالها كتقل وحتى الموتور يعني ما كيكونش شي حاجه مزيانه فانه كي يعني كتكون الجوده ديالو ناقصه. وشوفوا معايا هنايا الريوس ديال العجانه الاخرى ها نتوما شوفوا كيفاش كيتسطاو. هادو كيتسطاو ديال العجانات العاديين وهادي ديال طوغيس ها نتوما شوفوا كيفاش تتهرست ليا ترس هاد سميتو غير باش كنوريكم غير الفرق يعني ما كيكونوش صحاحين نهائيا باش تعرفوا نتوما راه الفرق راه واخا تاخذوهم وتخدموا بهم راه عرفوا غيخدموا معاكم واحد المده صافي وغادي يخسروا. وريتكم وبالنسبه للثمن ديال هذه كيتشن ايت كيبقى هذه كيبقى 5000 درهم يعني ثمن موحد عالميا قليل فين كيكون بحال هكا في السوق. بعض المرات كيديروا بروموسيون كتنزل ديك 3500 4000 4200 قليل ماشي بزاف ولكن راه حتى في امريكا راه دايره بهذا الثمن هذا حتى هما قليل فين كيديروا فيها البروموسيون حيت انا سولت عليها حتى هي حتى في امريكا راه دايره 5000 درهم. المهم كيبقى هذا هو الفيديو اللي كنقول كنتمنى نكون قلت لكم كاع النصائح ان شاء الله باذن الله. نتمنى نكون حليت لكم هذا المشكل هذا ديال العجانه كيفاش تشري العجانه ديالكم. عطيتكم لي مارك وما كنديرش اشهار الا درت اشهار غنقول لكم. هذا فيديو فقط تلبيه للرغبات ديالكم وتلبيه للطلبات ديالكم. الا عجبكم الفيديو ولقيتوا راسكم انكم استفدتوا منه ما تبخلوش عليا بلايك ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله.